مصري أسوان مع زميلنا محمد القليوبي. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا أستاذة رشا، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة صدى البلد وكل مصر. بالتالي مفيش مشهد أجمل من المشهد من خلفي، وهو النيل. هنا مصدر الحياة وشريان الحياة لمصر كلها، من هنا بيبدأ كل شيء وبتمتد الحياة لكل أرجاء مصر. يمكن المشهد زي ما حضرتك ذكرت هو فعلا كان مبهر امبارح في محافظة أسوان في كافة اللجان، يعني سواء من كومبو وإدفو ودراعو ولحد مدينة أسوان وحتى النوبة ونصر النوبة في أقصى جنوب مصر وآخر منطقة في مصر في أبو سمبل. يعني لو عايز أوصف لحضرتك المشهد يا أستاذ رشا، في مشاهد معينة كان معروف أن أسوان هي الوجهة السياحية الأولى في مصر خلال فصل الشتاء، هي مشتى لكثير من دول العالم، بتيجي أفواج سياحية من ألمانيا، من بريطانيا، من إيطاليا، من كل مكان في العالم عشان يستمتعوا بالجو هنا. وكان ملاحظ ان هم لاحظوا وجود الحشد الكبير جدا امام لجان الانتخاب في كل اللجان في محافظة أسوان. قابلت وفد من الوفود كان بيسأل، او فوق من الافواج بيسأل عن هو ليه الناس واقفة بالكم ده امام المدارس. فكنا بنتكلم ان احنا في ظل انتخابات رئاسية بنختار رئيس الجمهورية القادم، فكانوا مستغربين جدا ان احنا ازاي كمصريين بنلاقي الفرحه والبسمه في كل شيء بنعمله. هم بيتكلموا ان هم عندهم يا دوبك بيروحوا يصوتوا ويروحوا بيوتهم يشوفوا اشغالهم، بعد كده ما بيفكروش في اي شيء. لكن المصريين هنا ليهم طبع خاص حتى في الانتخابات، حتى في الاستحقاقات الدستوريه بنلاقي الفرحه، الاغاني الوطنيه. وكانوا كمان مستغربين من حاجه حضرتك لاحظتيها امبارح، انه السيدات جايين باولادهم كمان حقيقي لجان الانتخاب، يعني حريصين ان هم يكونوا متواجدين. يعني الحقيقه الكثافه امبارح كانت يعني فوق الوصف، ودي مش حاجه جديده على اهل اسوان. امبارح يمكن اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان كان بيقوم بجوله في كافه لجان اسوان، ولاحظنا ان لجان الوافدين وهي 12 لجنه في اسوان كانت يعني فيها حشد كبير جدا وعدد كبير جدا من الناخبين، ناس جايه من سوهاج، من اسيوط، من قنا، من الاقصر، كانوا موجودين هنا في محافظه اسوان وهي ملتقى لكل الصعيد. كانوا موجودين بعدد كبير جدا وكان يفوق العدد كمان، حتى انه كان في لجان، يعني ناس ما كانتش تعرف انه اللجان بتقفل الساعه 9، كانوا بيجوا بعد غلق اللجان مثلا الساعه 10 او 11 حتى بالليل، احنا كنا ملاحظين ده. كانوا بيتكلموا ان هم طب يجوا امتى الصبح عشان يبداوا يصوتوا. كمان عايز اوجه تحيه لشباب اسوان اللي كانوا موجودين امبارح، بيساعدوا كل حد عايز يخش ينتخب، بيرشدوه ازاي ينتخب، بيعرفوه لجنته هيروح فين. شباب اسوان صراحه عملوا يعني امبارح يعني ملحمه بطوليه ان هم يقدروا ان هم يسهلوا عمليه التصويت خلال على مدار اليوم وكمان على الايام اللي جايه اللي هنتابعها اكيد مع حضرتك ومع يعني الفتره الجايه. اهل اسوان، اهل اسوان جمال دايما يا محمد، وان شاء الله هنبقى معاك طول اليوم.